كنت من قبل أفطر بعض الأيام في شهر رمضان بدون أي عذر، وأفطرت ما يقرب من الشهر الكامل على 3 سنوات متتالية بمعدل كل سنة. كنت أفطر 10 أيام والحمد لله الآن تبت إلى الله، فهل أصوم قضاء 30 يوما كفارة وأطعم عن كل يوم مسكين، أم ماذا أفعل أفيدونا؟ لا شك أن ترك الصيام في رمضان وهو يستطيع الصيام أنه ترك لواجب عظيم، وأن من فعل ذلك فقد ترك فرضا فرضه الله عليه وركنا من أركان الإسلام. قد قال الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. وما تركته من هذه الأيام التي ذكرتها يجب عليك أولا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة، وثانيا يجب عليك قضاء هذه الأيام التي أفطرتها لأنها دين في ذمتك، وثالثا إذا كان القضاء متأخرا إلى ما بعد رمضان الآخر من غير عذر فإنه يجب عليك أن تطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينا كفارة عن التأخير. والله تعالى أعلم.